نبدي حادثة إيرانية عراقية، فأنا لا أتحدث بما يخصها. ما نقدر نجزئ. قلت قاسم العرجي استبق الحادث. ما نقدر طبعًا. طبعًا. زاملي أكد ما. طبعًا طبعًا. أنا من الناس اللي قلت إنه السيد الأعرجي استبق الموضوع باعتباره أنه رئيس لجنة لا يمكن له أن ينفي، ممكن يراد الموضوع حتى يهدى. ثبت. الدليل كلامه هو صحيح. أوكي هذه بعد إجراءات دولة. اليوم الحكومة متحركة باتجاه الجامعة العربية ومتحركة باتجاه الأمم المتحدة وأرسلت رسالة تجاهل. موقف عباس العرداوي. موقف أنا موقفي ما أقدر أجزئه. أنا موقفي ما أقدر أجزئه من استهدافات للجانب الصهيوني وين ما تكون. ليش؟ لأن أنا عندي معركة مع الإسرائيلي وهذه المعركة ممتدة في المنطقة. اليوم اليمني جاي يقصف أيضا والاستهداف. وأنت هذا ما تقدر تجزئه ولا تتحدث عن امتداد المعركة. هويتي. أنت تنطي الموضوع إباحة أن أقصف. نعم ما أن وجد في بغداد. عفوا عفوا أنا طبعا أتحدث عن هويتي. أنا أتحدث عن هويتي. شنو أنا في بغداد إحنا بعد 2003. إذا ليش المقاومة ذهبت باتجاه هذا المنزل؟ ليش راحت إيران باتجاه قصف هذا المنزل؟ هذا ما أعرف حقيقة إنه ليش المقاومة هي اللي اشتغلت على هذا الموضوع. ليش الإيراني ما استخدم غير طريقة؟ ممكن الإيراني كان ممكن يستخدم مسيرة، ممكن كان يستخدم هدف أقل، ممكن كان يستخدم جماعة مباشرة تنفذ وتقتل مستعدات، ممكن كان يستخدم سيارة، لكن بإيصال الرسالة بالرسائل بالصواريخ هذه رسالة. أنت من تضرب من كرمانشاه إلى أربيل 1000 كيلو هذه رسالة إنه أكو تدرج بالحرب، أكو مشكلة جاي يصير. أنت هم أرجع قلت ما أريد أجزأ موقفي. طبعاً ما يجزأ ما يمكن. بالتالي اليوم ثبت لك بالدليل ومن عباس العرداوي قبل عفواً من عباس الزاملي قبل قاسم الأعرجي إنه هذا منزل مدني ما بي موساد ما بي صهاينة ما بي كيان. شوف السحر شوف السحر. أنا أحترم جداً ما يصدر عن حماية الوضعها كحكومة عراقية. اليوم مو مقاومة مو ما معنية بما يجري من تتحدث بإجراءات عملية على الأرض. هذا واحد. أنت ما تريد تقتنع بالسيناريو اللي يقول عباس الزاملي ما راح أقول لك قاسم العرجي. طبعا لا لا بغض النظر أنا ما مو على اقتناع أو ما اقتناع. أنا جاي أقول أكو معركة في المنطقة. هذه المعركة بها ليش توديني بغير مسارك؟ شنو التحقيقات اللي عن حادثة واحدة؟ شنو اللي تحقيقات ترى ما جاي أحكي على محل كوزمتك. أنا جاي أحكي على خلية إسرائيلية. أنا أتحدث عن خلية إسرائيلية. يعني